اسود لحد هنا في القاهره. طب صل على النبي، ما تيجي نحتجز العيال اللي فوق ومحدش يشوفه. انا بقول كده بس سريع. قسما بالله اه براف اه ما تخش النوم ونعلن العيال العماله دي، العيال العماله دي خليكم قاعدين ماشوا اعمالكم بس ما حدش فيكم خارج، ما حدش فيكم طلعوا منتهين على كده. لحد ما هيجي في التليفون اتولى والله العظيم ما عملنا كده. وربنا يعدي عيل عيل بص يا سيدي مفتي، احنا بجد نرجع ونطلع للنادي. نروح ده انا لسه تاني بالعكس هوقف على نفسي، ولكن نعلن عن بدايه. انا معاك يا حرام غلط، انت اعتصام في دار القضاء العالي يوم السبت اللي جاي. تمام من يوم السبت من يوم السبت لما اتنفست من يوم السبت هتلاقي المحامين عندك، وده الكلام اللي هيتقال لعبد المجيد. يوم السبت لو ما اتنفست هتلاقي ألف محامي قاعد عندك هنا والعيد على الدرج. وعارف لا ما هو لازم يبقى عارف ان يوم السبت ما يمشيش بس. اشمعنى المحامين؟ ده تعالى يا عم ده ضر، ده احنا هنموت كده، احنا ممكن يحصل لنا حاجه. كلام جميل قوي بس الله. وعلى فكره ما تسيبهمش لما يدوا قرار، نقعد لهم هناك والله العظيم. ولو مست عمليه ان احنا نقف هناك ونطربها على دماغهم ونخليهم والله العظيم. بعد اذنك احنا عارفين هنا انت عارف الموقف، هم لازم يوصلوا لهم رساله يوصل للمملكه. العهد الفساد اللي فات والتواطؤ والوصايف والمشاوره والمحسوميه اللي البلد كانت عايشه فيها ده انتهى، وان نقابه المحامين رجع، وان في محامين جديده ثائره هتاخد حقها. انا شايف ان بعد ما الطلب ينقاش وبصوت العقل وبصوت الحكم وبلسان القانون بس يتقال للمجلس ولا تقيم ولا مكتب النائب العام يا استاذ السيد يقدم لمكتب النائب العام طلع من الكنازه. اذا لم يستجاب لهذا الطلب احنا لينا مطلب اخر وهو تقديم وكيل النيابه. صعب مش الثاني باسل ابو الروس المحاكمه الجنائيه. لازم يحسوا ويفهموا ان احنا نبحث عن العداله، احنا ما احناش عايزين حاجه ولا امتياز زياده عن حقنا. صح والله النهارده المساواه في الظلم عدل. عايز يحبس الناس دي يجيب وكيل نيابه يحقق معاه ويقدمه له محاكمه عادله، لان في ماده في القانون بتقول كل ما اعتدى على محامي سواء في الشوارع او 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 اثناء العمل يعاقب بسبب او من سبب ده عبر وهو دخلت وقد حصل يبقى المفترض ان وكيل النيابه ده بالعكس كمان، ده انا بتحاكم اللي بيتعدى عليا بيتحاكم عقوبه شديده. لا يا باشا وصلنا الصرف اللي احنا فيها دي بس حبس المحامي معلوش بمعنى واحد، دي واحده بس. تمام يا استاذ سيد، حكم محكمه النقض ده معناه ان احنا اللي فاسدين وهو الشرفاء. الحكم ده بيؤكد ان احنا من العصر البائد واحنا اللي المفروض نستحق العقاب، والدليل حكم محكمه النقض. انما لما نطربها على دماغ اللي جايبينهم ونقول لهم وقف تنفيذ الحكومه انتهت دي القصه كلها من الاول للاخر. وساعتها صاحبنا ده هينزلوا من السلم اللي هو الحلزون اللي ورا ده بدل ما ينزل من السلم بتاع الادبيين ده من الاخر. ده اللي هيحصل معاه لانه عارف كويس جدا اللي هيحصل معاه. والنهارده الشرطه العسكريه موجوده فوق، ولكن انا يهمني شيء، احنا كمحامين حقنا ان احنا نطلع فوق ونتكلم مع البشريه اللي فوق دي، سواء اذا كان عادل عبد الدين ولا الواد التاني العالي اللي فوق دي. انتهي. يلا يا جماعه. هيمشي النائب العام. لحظه بس يا استاذ. احنا لو عايزين يا باشا استاذ الراجل العيال دي بتمشي بدري، العيال دي بتخاف. لا يا عم ازاي؟ هنجمع صوت العقل وصوت القوة تمام؟ والنهاردة بس يبقى صوت العقل بالقوة بس قوة بالصبر. هو النهاردة مش قوة بس الموضوع ده. والله يا سيدي ما تقولش ده عمال بس يا عم 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 يا عم بس يا عم هنعمل ونعمل بس بقول لك حاجة يا ولاد يا تقول لي قوة وعقل معلش معلش بس
نعمل فيها تصالح. لا الكلام ده معلوم يا اساتذة، نتوافق على ان احنا بس لا لابد من موقف النهارده، لابد يكون في بدايه لما سيحدث. قبل ما نمشي بس انا موافق على حاجه، النهارده احنا بنتابع القانون، بكره على صعب وزائد الاحتجاج السلميه اعتبارا من يوم السبت هنضرب اعتصام في ضرب قضاء العالم. انا بس اقول حاجه، اذا لم يقدم وكيل النيابه بس الى المحاكمه الجنائيه حاله عدم وقف التنفيذ. تمام. وحالة عدم وقف التنفيذ والمساواة في الظلم بس منعتها تاني. الله. هو اخرتك النهارده انت جاي.